مع الأخبار المبشرة للقاحات الجديدة، العالم بدأ يشم نفسه، والبورصات بدأت تنتعش، والاقتصادات بدأت في التحسن، والناس بدأت تجهز لمرحلة ما بعد الكمامة. والحقيقة إن دي أخبار تفرح فعلا لما يكون العالم داخل على سنة عايش في رعب، وملايين الناس فقدت قرايبهم وحبايبهم، ويظهر لقاح هيساهم بشكل رئيسي في وضع حد للمأساة دي. بس الحقيقة يا جماعة، وسط موجة التفاؤل دي دايما بتلاقي ناس متشائمين شوية. لا، هما الحقيقة واقعيين، لأنهم بيطرحوا أسئلة مهمة من غير الإجابة عليها هنبقى في مشكلة كبيرة. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. من بين 43 لقاح مسجلين في منظمة الصحة العالمية، سبقت شركة فايزر الأمريكية بالشراكة مع بيونتك الألمانية، وأعلنوا للمرة الأولى عن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا وصلت درجة فعاليته لنسبة 90% بعد تجربته على 43 ألف شخص. ودي الحقيقة نسبة محترمة جدا وكويسة، لكن اللقاح رغم إقبال دول كبيرة على شرائه مسبقا، في بعض العقبات اللوجستية، زي إنه مثلا بيحتاج يحفظ في درجة برودة سالب 70، وده تحدي كبير جدا، لان اغلب اماكن التبريد في المستشفيات حول العالم درجه برودتها سالب 20 بس. بعدها باقل من اسبوع تجاوزت العقبه دي شركه موديرنا الامريكيه، واعلنت عن لقاح خاص بيها وبنسبه فعاليه اكبر من لقاح فايزر وبيونتك، وصلت ل 94.5%. كان في قبلهم طبعا لقاحين، المفروض واحد روسي وواحد صيني، لكن ما حدش اقتنع بيهم قوي، ولا منظمه الصحه العالميه حتى. ممكن جدا الايام اللي جايه نلاقي لقاحات جديده من ضمن ال 11 اللي في المرحله الاخيره، وتتجاوز العقبات اللي كانت في اللقاحات القديمه. لكن الحقيقه عزيزي المشاهد، المشاكل اللي جايه مش بس هتكون مشاكل متعلقه باللقاحات نفسها، في معضلات اخلاقيه هتقابل البشريه الفتره اللي جايه. ابرزها هو ان كورونا لما جه ما فرقش بين البشر اطلاقا، لا على اساس عرق ولا لون ولا غني ولا فقير، لكن فيما يبدو ان اللقاح بقى هيفرق، لان اللقاح ده بفلوس، واللي معاه يلزمه واللي معهوش ما يلزموش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني شركة فايزر قالت انها هتقدر على نهاية سنة 2021 تكون انتجت حوالي 1.3 مليار جرعة. حلو خالص. اللي مش حلو خالص بقى ان الدول الغنية حجزت من الكمية دي 1.1 مليار جرعة، وباقي العالم فقير. والحقيقة ده تسبب في قلق لناس كتير جدا، من ضمنهم الازهر الشريف اللي ناشد منتجي اللقاح حول العالم انهم يهتموا بعملية توزيع عادل. لكن منظمة الصحة العالمية كانت عاملة حساب اللحظة دي. في سبتمبر اللي فات طرحت خطة لضمان تغطية اللقاح لأكبر قدر من الدول حول العالم، من ضمنها الدول الفقيرة اللي مش هتقدر تشتري. آلية كوفاكس اللي طرحتها المنظمة تمت بالتعاون مع التحالف الدولي للقاحات والتحصين، ووقع عليها أكثر من 170 دولة، مش من ضمنهم أمريكا علشان ترامب كان مقموص شوية من منظمة الصحة العالمية. المهم، خطة كوفاكس بتقول إنه يا جماعة، بما انه فكره انه في لقاح فهنصحى كلنا من النوم نطعم العالم كله وبعدين خلاص نبقى زي الفل، دي فكره مستحيله، فاحنا خطتنا اننا نجمع من الدول المشاركه مبالغ ماليه نحجز بيها مسبقا اللقاحات ونوزعها كالتالي علشان العالم كله يطعم. اولا، كل البلاد الموقعه على الاتفاقيه، غني بقى فقير، معاه ما معهوش، هياخد ما يغطي 3% من سكانه، وده في الغالب هيكون كافي لتطعيم الفرق الطبية. ثانيا، مع انتاج مزيد من اللقاحات هنوصل نسبة 3% دي ل 20%، مع اعطاء الاولوية لكبار السن واصحاب الامراض المزمنة. ثالثا، الاحتفاظ بنسبة 5% على جنب كده لاي طوارئ او لتطعيم النازحين واللاجئين اللي هم مش محسوبين على اي دولة. هيجي حد يقول لي طب افرض الدولة معاها فلوس وعايزة تشتري كل احتياجاتها مرة واحدة وتخلص نفسها. الخطة عملت للدول الغنية اوبشن انها تقدر تضاعف مخصصاتها وفق الخطة مادام هتدفع من جيبها وفق نسبة الـ 20%، طالما لسه كل الدول ما وصلهاش النسبة دي. بعد ما كله يوصلوا لنسبة الـ 20% تضاعف زي ما انت عايز. يجي حد تاني يقول لي يا عم، وإيه اللي يخلي الدول الغنية توقع أصلا من البداية؟ في دراسة أجراها باحثين في جامعة نورث إيسترن الأمريكية عن العلاقة بين الوصول للقاحات ووفيات كورونا، خلصت إلى وفيات كورونا هتنخفض مع اللقاح بنسبة 33% في حالة احتكرت 50 دولة بس أول 2 مليار جرعة. أما في حال تم توزيع اللقاح بشكل عادل على حسب عدد سكان الدولة
بغض النظر هي تقدر تدفع ولا ما تدفعش، فنسبة الوفيات هتنخفض بنسبة 61%. الخطة دي كويسة لكن مدى التزام الدول بيها حتى الموقعين عليها مش مضمونة قوي، لأن دول غنية من الموقعين أول ما سمعوا إن في لقاح جريوا لوحدهم حجزوا زي اليابان وبريطانيا مثلا. خلينا نشوف الأيام اللي جاية العالم هيتعامل مع توزيع اللقاحات إزاي، واستنونا الجمعة اللي جاية في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية.